فوائد طفل القهوة للبشرة. يعرف طفل القهوة بأنه ما يركض من القهوة أو البن في الركوة أو الفنجان بعد تحضيرها، فمن المعروف بأن للقهوة العديد من الفوائد الصحية والعلاجية للإنسان، مثل قدرتها على تخفيف الاكتئاب والحد من مشاكل القلب والسكري وسرطان القولون وأمراض الكبد، وأيضا قدرتها على التخفيف من أعراض الربو وزيادة مستوى تركيز الإنسان وتحسين مستوى الكوليسترول في الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية والتقليل من خطر الإصابة بمرض السكري. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك بقناتنا صحتك في دقيقة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. يحمي طفل القهوة الأسنان من التسوس، حيث إن شربها يمنع نمو البكتيريا المسببة لاضمحلال الأسنان. يعود السبب في ذلك إلى احتوائها على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، مما تقلل أيضا من الشعور بالتعب والألم، كما أن للقهوة دورا في منع وقوع مرض باركنسون لدى الإنسان. وقد ثبت لطفل القهوة العديد من الفوائد لكل من البشرة والشعر والجسم. فوائد طفل القهوة: تنعيم الشعر وتقويته وإعطاؤه لمعانا رائعا، ويمكن الاستفادة من ذلك بوضع حفنة من طفل القهوة على الشعر وفرك فروة الرأس بها جيدا وبرفق ولطف، ويكون ذلك قبل الاستحمام بالشامبو ثم شطف الشعر من الطفل والاستحمام المعتاد. التخلص من السلوليت المتراكم في الجسم، وذلك بعمل وصفة مكونة من نصف كوب من طفل القهوة وملعقة من خل التفاح وملعقة من الزنجبيل المبشور وملعقة كبيرة من الملح الخشن، وتحريك هذا الخليط جيدا وفرك الجسم بهذا الخليط. فوائد طفل القهوة للبشرة: قدرة البن أو القهوة على حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة والمسببة للسرطان والمعروفة بـ UVB، حماية الجلد وتعزيز مقاومته للجراثيم والميكروبات الضارة بالبشرة، ويعود ذلك إلى غنى طفل القهوة بالمواد المضادة للتأكسد، إصلاح الأنسجة التالفة، زيادة مرونة الجلد، تحسين مستوى الكولاجين في الجلد، وكذلك تحسين الدورة الدموية في الوجه، الحد من تورم الأنسجة والتقليل من الانتفاخ حيث يظهر تحت العينين أحياناً. وصفة طفل للبشرة: مزج ملعقتين من طفل القهوة مع ملعقتين من الكاكاو البودرة وثلاث ملاعق من الحليب أو اللبن الرائب، بالإضافة إلى ملعقة عسل، وخلط المكونات جيدا، ثم تطبيق هذه الوصفة على الوجه لمدة ربع ساعة ثم غسله جيدا، والاستمرار على هذه الوصفة للوصول إلى بشرة متألقة ونضرة. إن أعجبك هذا الفيديو من صحتك في دقيقة، فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب للفيديو والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.